خلينا نقول لحضراتكم من ابرز ملامح مران اليوم. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حضر المران، واكيد كان ليه بعض الكلمات التحفيزيه، وحضوره في حد ذاته بيبقى مهم قوي. وانا في الحقيقه عايز اتكلم مش حته بقى ان هو رئيس نادي، انسى ان هو رئيس نادي دلوقتي، احنا بنتكلم على اسم كبير في كره القدم المصريه، اسم كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، هو الكابتن محمود الخطيب، وهو اسطوره من اساطير كره القدم في كل الاحوال. فبالتالي حضوره النهارده ده دافع قوي جدا بالنسبه للاعبين. هو الراجل رجع اول امبارح بالليل من رحله العلاج في فرنسا، واول يوم ليه النهارده في النادي عشان مهام عمله كرئيس للنادي الاهلي، وبالتالي مع اول يوم كان مصر وحريص جدا على حضور مران الفريق النهارده ويتابع الاستعدادات لمباراه بلاتينيوم. دايما بيبقى شيء مميز من الكابتن محمود الخطيب وتواجده في التدريب النادي الاهلي.